اهلا بحضراتكم. الحقيقه انه كل فتره بتحصل عمليه من عمليات النصب الالكتروني، والحقيقه ده مصطلح بقينا بنسمعه كتير في الفتره الاخيره، لانه بالتاكيد بقى في توسع في اصلا مساله التسويق والتجاره الالكترونيه اللي بقت بالنسبه للناس كلها بديل لكتير من المنتجات، والكل بيتعامل فيها والكل بيطلب كل حاجه اونلاين. فالنهارده احنا ازاي كناس يعني ملناش في التجاره نعرف نفرق ما بين مواقع بتنصب عليا ومواقع وصفحات فعلا بتبيع بطريقه قانونيه؟ والحقيقه انه كان في حادثه شهيره لسه حاصله مع احد المؤثرين ونصبت على الناس، ويمكن في 2000 شخص منصوب عليه في القصه دي، وكلام عن انها استولت هي وشركائها على حوالي مليار جنيه. خلينا نفهم مع حضراتكم ازاي ممكن افرق واعرف وما ينفعش حد لا ينصب عليا اونلاين وانا بشتري حاجه. نتكلم مع حد من المتخصصين، دكتور محمد عسكر، مستشار تكنولوجيا وخبير امن المعلومات. اهلا بحضرتك. حياتي يا فندم لحضرتك وللساده المشاهدين. منورنا يا العقد. اشكرك يا فندم. الناس كلها بتشتري اونلاين ومحدش بيبقى في دماغه انه انا ممكن اتسرق، انا ممكن يتنصب عليا، انا ممكن ادفع فلوس بالكارت بتاعي والحاجه ما تجيليش. لكن الحقيقه ان كلنا برضو بنتعرض للكلام ده. ازاي افرق ايه الحاجات اللي لما تطلب مني لا اقول انا هنا ما عملهاش، وايه الحاجات الخطوات اللي هي عاديه علشان انا هشتري اونلاين؟ طيب، هو مع التطورات التكنولوجية الحديثة الحقيقة والمتسارعة اللي بقينا نشوفها الفترة الأخيرة، بدأت تنشط عمليات التجارة الإلكترونية أو التسوق الإلكتروني، وبقينا جميعا كلنا بنستخدم المواقع أو المنصات المختلفة في إن احنا نبتدي يعني نقوم بعمليات شراء للمنتجات المختلفة من خلال منصات التسوق الإلكتروني. الحقيقة ده وفر أرض خصبة لبعض المحتالين ان هو يقوم بما يسمى بعمليات النصب الالكتروني من خلال الحصول على بيانات المستخدمين، ومن ثم استغلالها استغلال سيء واصطياد بعض المستهلكين عن طريق ان هو بيبتدي يدي لهم بعض العروض الوهميه بحيث ان هو يجذب المستهلك ليه، او ان هو يبتدي يغري المستهلك باسعار وتخفيضات وهميه غير حقيقيه. فده الحقيقة ابتدت تنشط معها هذه السوق السوداء الرقمية للنصب الإلكتروني. فأنا الحقيقة بطالب جميع المستخدمين أو جميع المستهلكين بالحذر تماما وعدم الانسياق وراء المنصات الوهمية أو المنصات المضللة. ما أنا هقول لحضرتك حاجة. اتفضلي. إحنا بنلاقي الصفحة مثلا عليها 2-3 مليون، فبيبقى ما عندناش اي تخيل ان هنا في ممكن يحصل عمليه نصب. ده حساب كبير غالبا موثق بيقدم منتج معين. لو ده حصل، حمايه المستهلك فين من الموضوع ده؟ وانا عشان ما بقاش سلبي وما سيبش اللي حصل فيا يحصل في غيري، ايه الخطوات اللي انا المفروض اعملها؟ طيب، هو لو تعرضت للنصب الالكتروني ده. عظيم جدا. طيب، مبدئيا عمليات النصب الالكتروني طبيعي جدا ان انا لما اروح على الموقع دوت واشتري منه، طبيعي ان هو هيبقى عنده عدد من العملاء او عنده عدد من الفولورز عشان يديني نوع من المصداقيه، زائد ان بيعرض لي المنتجات بصوره براقه جدا عشان يبتدي يجذب المستهلك ويديله انطباع ان انت فعلا بتتعامل مع شركه حقيقيه. بس ازاي نفرق بين المنصات الوهميه او المنصات الحقيقيه؟ غالبا المنصات الوهميه هنلاقيها منتشره بصوره كبيره جدا على مواقع التواصل الاجتماعي، ملهاش ويب سايت حقيقي، تمام، حاصل على ترخيص من وزاره التجاره. استنى بس دي نقطه. اتفضلي. وانا هعرف ازاي هو حاصل على ترخيص ولا لا؟ انا واحد عادي خالص داخل اشتري اونلاين، تمام، قول لي علامات اعرف بيها اذا كان هو حصل على ترخيص ولا لا. النقطه الاولانيه يا فندم اللي انا عايز اقول لحضرتك عليها، لما اجي اشتري من اي موقع غالبا المواقع او المنصات الوهميه هتلاقيها هي اللي بتيجي لحضرتك مش انت اللي بتروح لها، بمعنى هتلاقيه هو اللي بيجي يعرض على حضرتك خدماته او يبتدي يدي لك عروض وهميه. تاني حاجه، عدم المنطقيه في العروض. انا النهارده لما ابتدي اجي اشوف منتج والمنتج ده بالظبط كده، فانا بطلب متسوق لي احدى واحد المؤثرين. ما هو الفكره بقى ان لان دي الناس بتثق في كلامهم، ف زي ما قلت لحضرتك دي سوق سوداء يعني. رقميه يعني في مافيا كبيره جدا بتشتغل في الموضوع ده، ويمكن كتير من البلوجرز بينخدع في المواضيع ديت، لان هو بيبتدي يتم اصطياده اولا عن طريق ان هو اغراءه ببعض المكاسب برضو من الموضوع ده، لان انا عشان ادي مصداقيه للمنتج بتاعي عايز بعض المؤثرين او بعض الناس اللي عندهم فولورز، وغالبا هنلاقي ناس كتيره من الناس اللي على عندهم عدد كبير جدا من المتابعين على صفحات الفيسبوك او حتى بعض المنصات الاخرى
بيتم استغلالهم أو استدراكهم في النقطة دي للتسويق لمنتجات وهمية. فإذا أنا كمستهلك لما يتعرض عليا أي عرض وابتدي أشوف منتج بربع ثمنه أو بنص ثمنه، لازم يكون عندي نوع من المنطقية في أن أنا أبتدي أشوف الأسعار على المنصات الأخرى، المنصات المعروفة اللي كلنا بدون ذكر أسماء اللي كلنا بنتعامل معها، يا ترى المنتج ده معروض بنفس الأسعار ولا لأ؟ تمام. لازم تاني حاجة أبتدي أتأكد من في قانون حماية المستهلك زي ما حضرتك ذكرتي سياسة الموقع اللي أنا بتعامل معاه في التعامل مع المنتجات، لأن غالبا هتلاقي سياسات المواقع الوهمية والمنصات الوهمية لا تتبع سياسة حماية المستهلك الخاضعة للقانون رقم 181 لسنة 2018، واللي بينص على أن يكون في هناك سياسة لاستبدال واسترجاع المنتجات. دايما أنا من حقي كمستهلك أن لما يجي لي منتج وهذا المنتج غير مطابق للمواصفات يكون من حق ان انا استرجعه واستبدله. فغالبا المنصات دي لا تتبع هذه السياسة، بتقوم بالتسويق لمنتجات غير حقيقية لا تحمل صفات الجودة في عملية خداع واضحة للمستهلك. النقطة الثالثة ان هي قد تقوم للتسويق لبعض المنتجات او الأدوية ومستحضرات التجميل الغير حقيقية. وكمان بيتم صياد بعض الناس فيما يسمى بالتسويق الشبكي، ان انا بجيب احد الناس وابتدي اعرض عليه ان انت لو عملت تسويق للمنتج بتاعي لكل منتج او لوحدة بتبيعها بيكون ليك عائد او مردود من حاصل البيع للمنتج ده. فبيبتدي يكون كل شخص ما يسمى تيم او مجموعه فريق عمل موجود تحتيه في شكل هرمي او شكل تسويق اللي بنسميه التسويق الشجري يعني، ويبتدي يحصل على مكاسب من الموضوع دوت. فهنا الحقيقه دي بتبقى فيها عمليات خداع بصوره كبيره. انا لازم اتاكد من مواصفات المنتج بالظبط زي ما انا رايح اشتري اللي اي منتج. النص دول مش نصابين، اللي في النص دول بيتم استخدامهم. ما هي دي بالظبط كده الصوره، هي الفكره ان هو بيتم استخدامه لتحقيق مكاسب سريعه، خصوصا في ان بعض الناس بتتعرض. انا كمان لازم اسال نفسي المكاسب دي جايه منين، وده مطلوب جدا. لازم كمان نقطه مهمه ان انا كمان ابتدي اشوف سياسه الموقع اللي انا بتعامل معاه. الموقع ده هل بيتبع قوانين حمايه المستهلك ولا لا؟ هل ليه مقر؟ مين صاحب الموقع دوت؟ مين الشركه التابعه ليها؟ ايه السياسه اللي بتستخدمها؟ المنتج اللي انا بحصل عليه هل مطابق للمواصفات ولا لا؟ كل دي الحقيقه لازم نحطها في اعتبارنا. بالظبط زي انا عايز اي مستهلك يفكر وهو رايح يشتري اي منتج من اي براند او من اي مكان فعليا مش الكتروني، يعني انا رايح اهوت اشتري منتج، فانت في خطوات معينه بتتبعها. الكلام دوت او النصب ده حتى كان بيحصل في المنتجات، حضرتك تذكري بعض المنتجات او البراندز او الماركات الكبيره كان بيتم عرض منتجات ويتم تغيير حرف واحد بس في اسم المنتج في عمليه خداع برضه للمستهلك. فاذا انا لازم ابتدي يكون عندي نوع من التدقيق، ابتدي ابص على منطقيه العروض اللي بتتقدم لي، ابعد عن العروض البراقه، وابتدي اسال نفسي. احنا بنحب العروض قوي يا دكتور. ما هو لازم، هي دي طريقه الاصطياد، ما هي الفكره ان هو بيجي لنا في الحته اللي احنا عايزينها، بس انا لازم اكون منطقي. يعني كمان في بعض الشركات بتبتدي تستخدم الناس دوت. انا واحد من الناس بتجي لي رسائل مثلا على الفيس او على حتى على الواتساب ان من خلال التسويق الالكتروني تقدر تحصل معنا على مثلا راتب يومي من 3000 ل 5000 جنيه. فده مش منطقي، يعني ده عمليه غير منطقيه تماما ان انا ابتدي انساق وراء الموضوع دوت في عمليه خداع كبيره. يعني عايز اعرف من حضرتك التفاصيل اللي لما تطلب مني على ويب سايت او البيانات اقدر يعني وانا بعمل اوردر احط هذه التفاصيل وانا مش قلقان، او تفاصيل ما ينفعش ادخلها على اي ويب سايت. لكن هستاذن حضرتك دكتور محمد نطلع لفاصل ونرجع مستمرين مع دكتور محمد عسكر مستشار تكنولوجيا وخبير امن المعلومات عن حديثنا عن النصب الالكتروني وازاي نحمي نفسنا من التعرض للنصب الالكتروني. فاصل ونكمل مع حضرتك. اهلا بحضراتكم من جديد. لسه بنتكلم عن النصب الالكتروني وازاي نحمي نفسنا من ان احنا نتعرض للنصب الالكتروني، لان اعتقد ان معظمنا عدى بالموضوع ده. خلينا ناخد دلوقتي على التليفون استاذ اسلام ميزار المحامي بالاستئناف والمتخصص في قوانين امن المعلومات. مساء الخير على حضرتك. والواقع اللي كنا بنحكي عنها بتاعه البلوجر الشهيره كانوا بيطلبوا من العملاء تحويل الفلوس مقابل كوبونات شراء. ايه الغلط القانوني اللي الناس وقعت فيه هنا علشان يتم النصب عليهم وما يقدروش يثبتوا ان ده نصب؟ اولا مساء الخير على حضرتك وعلى ضيوفك الاعزاء وعلى الساده المشاهدين جميعا. بدايه يا فندم، والله هو مش بس هنقول خطا، ولكن هو فكره محاوله الناس
الحصول على الثراء السريع دي نقطة أولى. النقطة الثانية هو فكرة إن أنت بتحاول يعني تحصل على خدمة على منتج معين من الشخص الغير مرضي إن هو يقدم لك الخدمة دي. إحنا بدأ مؤخرا يبقى عندنا ثقة غير مبررة للأشخاص اللي ممكن نقول بعض الأشخاص اللي ما ينفعش نقول عليهم إنفلونسرز ولكن هم مشاهير على السوشيال ميديا بلاتفورم. فالناس دي لما بتقول لك اشتري كذا بتشتري، لما الناس دي بتقول لك انا تجربتي في المكان الفلاني كان كذا، روح كل من هناك، روح اشرب من هناك، روح اشتري من ده، انا عندي ليك حاجه، الناس اللي بتسمع كلامهم بشكل سريع. ودي كانت مشكله، دي مشكله كبيره بدانا نواجهها. هي دي اللي كانت نواجهها بالوعي يا استاذ اسلام، يعني مساله الوعي باللي بيقدم وانك بعقلك كده تحكم وتشوف الصوره مظبوط. بالظبط، ومش كل حد يقول لك حاجه، بتسمع كلامي لمجرد ان هو عنده الاف المتابعين على منصه الكترونيه معينه. طيب ازاي ممكن يتم اثبات النصب الالكتروني ده وعقوبته ايه؟ اولا في فكره الاثبات، هو احنا في الاول وفي الاخر بنخضع لفكره الاثبات الجنائي بشكل عام. لما بتحقق المظاهر العامه للنصب بشكل او باخر، انت بيبقى قدام الجهات المسؤوله داخل الدوله قضيه على اساس يشيل المتهمين للمحكمه. التحدي اللي بيواجه المحققين او الجهات القضيه بالنص الالكتروني هو انه طبيعه الجريمه نفسها او النص اللي تم تقديم عليها الافعال دي بيخلي فكره الاثبات اصعب شويه، لان لما كان بيحصل نصب بشكل واقعي فانت قدرت توهمه مظاهر معينه ان في حاجه معينه على اساس الراجل ده ادالك فلوس او تعاقد معاك وبعدها ما كانش فيه الكلام ده، اثبات ده في الواقع العملي اصعب شويه من اثباته على منصه الكترونيه، لان احيانا بيكون المنصه دي انت نفسها ما تقدرش تخاطب السوشيال ميديا بلاتفورم دي علشان تقول لهم يا جماعه والله اداره فيسبوك او اداره تيك توك او اداره غيره انا عايز اشوف الرسائل اللي ما بين الاشخاص دي. او تم التحويل مثلا التحويل المالي على باستخدام وسيله مش من ضمنها الوسائل اللي تحت اشراف الدوله او الدوله تقدر تقول عن طريقها ان انا شفت الكلام ده. ولكن في كل الاحوال خليني اقول لك ان الوضع زمان غير دلوقتي. يعني في مصر الجهات بقت على قدر كبير جدا من الوعي، جهات انفاذ القانون على قدر كبير جدا من الشطاره، بيقدروا بكل سهوله يتتبع الاموال من محفظه لمحفظه، من مكان لمكان، او محفظه الكترونيه طبعا. وبيكون اثبات الجرائم رغم انه كان تحدي الا انه بيكون في الامكان بشكل كبير ان انت تثبتها عن طريق التحريات والكلام ده كله. طب استاذ اسلام، انا كواحد بيشتري اونلاين، ايه الاجراءات اللي انا احمي بيها نفسي قانونيا انه ما يتنصبش عليا؟ ولو حصل المفروض اعمل ايه على طول؟ سؤال جميل، ولكن انا بس عايز عشان ابقى فاهم حضرتك صح، اشتري اونلاين ولا قصدك ان انا بتعامل مع انفلونسر او حد معين؟ بشتري من احد المواقع، او ما هو اللي حصل في موضوع المؤثره ده انه الناس كانت بتشتري كوبونات شراء بيشتروا بيها بضاعه بيتاجروا بيها. جميل جدا، يبقى انا لما بحاول اشتري حاجه اونلاين بشتري حاجه اونلاين من جهه موثوقه اقدر في يوم من الايام اول ما يحصل عندي مشكله اخاطبها، سواء اعمل كومبلين عند الشركه نفسها عند الجهه اللي انا اشتريت منها، او اعمل الشكوى بتاعتي في قسم شرطه، قسم الشرطه يقدر يخاطب الجهه دي ويجيبها. فالاماكن اللي ملهاش مقر داخل مصر بشكل او باخر ما تقدرش انك انت تقضيها بسهوله، الافضل انك ما تتعاملش معاها. ده من ناحيه، من ناحيه ثانيه ما ينفعش يعني تقدم بياناتك الشخصيه اللي هي مثلا الحساب البنكي بتاعي، رقم الكريدت كارد بتاعتي، ندفع قيمه حاجه من بره علشان تجي لي وانت مش عارف انت بتقدمها لمين. ما ينفعش تقول لي انا اشتريت من انفلونسر كوبونات شحن، طب انت تعرفه شخصيا؟ طب انت قدرت تتعامل معاه بشكل شخصي؟ زي ما قلت لك في اول جمله زي ما انا بتكلم، فكره محاوله الحصول على ثراء سريع هي اللي بتحرك الناس في الوقت الحالي. صحيح. وبناء عليه بدات الناس تتخلى. سبحان الله، كل فتره الموضوع بيتكرر بشكل مختلف.
والله يا فندم وبشكل متكرر حتى مش يعني ده مستريح انترنت ده اللي احنا شايفينه يعني. انا بشكرك شكرا جزيلا استاذ اسلام ميزار، محامي بالاستئناف والمتخصص في قانون امن المعلومات، شكرا جزيلا على وجود حضرتك معانا. دكتور محمد ارجع لحضرتك، ولو تقول لي كده في خطوات اتعامل ازاي في مساله تعرضي للنصب الالكتروني، والخطوات اللي المفروض اتخذها لو ده حصل معايا، ولو في وقايه من ده ايه هي الوقايه؟ طيب خليني ابدا من اخر السؤال وبعدين نقول يعني طرق الوقايه. اهم حاجه ان انا لازم يكون عندي وعي رقمي، ان انا بقى ليا هويه رقميه بتعامل فيها في ظل التطور التكنولوجي اللي بقت معظم الخدمات اللي احنا بنشوفها دلوقتي بقت موجوده اونلاين او بقت خدمات رقميه. فلازم يكون انا عندي وعي، فان انا بياناتي ما سلمهاش او ما احطهاش على اي موقع بالنسبه لي غير ذات موثقيه يعني. فلازم اتعامل مع مواقع تكون عندها مصداقيه، تكون عندها ريفيوز انا بشوفها لمستخدمين فعليين اشتروا منها، وفي بوليسي معينه او سياسه معينه اقدر ان انا اتعامل بيها مع المواقع دي. فالوعي التكنولوجي ده مهم جدا، تمام، ان يكون الانسان يقدر ان هو يحافظ على بياناته حتى لا يتم اساءه استخدامها او حتى لا يتم استخدام البيانات ديت بصوره سيئه. طيب النقطه الثانيه بقى، ازاي نتعرف على المواقع اللي هي ذات مصداقيه؟ زي ما قلت لحضرتك المواقع الكبيره او الشركات الكبيره غالبا بيبقى ليها ويب سايتس كلنا عارفينها وبنتعامل معاها، بعكس المواقع غير المعروفة اللي بتنشط على منصات التواصل الاجتماعي. يعني هتلاقي البلوجرز اللي كانت تم استخدامها عشان تبتدي تسوق لمنتجات هي موجودة تواجد رقمي على منصات التواصل الاجتماعي، ملهاش ويب سايت يعني. أنا ما أقدرش أنا النهاردة الويب سايت ده معناه إن هو تم إصدار ترخيص لي بتقديم خدمات إلكترونية وتسويق منتجات، والمنتجات دي بتبقى معروفة ومطابقة للمواصفات وعليه ممكن يكون فأقدر إن أنا بالظبط كده. فده كيان أقدر إن أنا أرجع عليه في حالة إن أنا تعرضت لعمليات نصب أو إن أنا استلمت منتج غير مطابق للمواصفات. وبيبقى ليه سياسة معلنة إن هو بيقول لي في سياسة استبدال واسترجاع للمنتج خلال فترة معينة، حتى لو لم يتم تسليم المنتج خلال عدد معين من الأيام أنا ممكن من حقي إن أنا ألغي الأوردر بتاعي واسترد فلوسي. ففي سياسة استخدام أو سياسة شراء أونلاين. لكن المواقع اللي هي غير معروفة أتجنبها تماما، حتى لو كان الأسعار بتاعة المنتجات اللي موجود عليها مغرية هيكذب، لأن هو ده العامل الطبيعي إن هو زي ما قلت لحضرتك إن دايما المواقع دي هتلاقي هي اللي بتيجي لحضرتك مش إحنا اللي بنروح لها يعني. دايما هو اللي بيجي يعرض خدماته يبعت لنا عن طريق يبعت لي مسج على الفيسبوك أو يبتدي يبعت لي على الواتساب أو يبتدي يبعت لي على رقم الموبايل. كتير كمان شفنا مسجات كانت بتجيلنا في فترات يعني، طرق النصب الالكتروني مختلفه على حسب نوع الضحيه. كنا بنشوف كتير مسجز بتيجي ان تم ايقاف حسابك البنكي وابعت لي البيانات عشان لتفعيل الحساب مره اخرى من ارقام وهميه. فانا بطلب من جميع المستمعين او الناس اللي بتشاهدنا دلوقتي من فضلك ما تديش الارقام بتاعتك لاي حد او بياناتك الشخصيه بالظبط كده. لان احنا عندنا قاعده بسيطه جدا في امن المعلومات اللي هي بتقول ان احنا يبقى عندنا حاجه اسمها ما يسمى بالزيرو تراست. زيرو تراست ده اللي هو صفر ثقه، انا بتعامل مع حد انا مش شايفه، حد بالنسبه لي مجهول، فبالتالي انا لا اثق في اي حد، ما اديش بياناتي لاي حد غير لما اكون على ثقه تامه من الموقع اللي انا بخش عليه. لو انا حتى على الفيسبوك جالي اعلان ابتدي اروح على الويب سايت بتاع المنتج دوت واتاكد فعلا من المنتج، من مواصفاته، تمام، من سياسه الموقع اللي انا بتعامل معاه. أنا بشكر حضرتك شكرا جزيلا دكتور محمد عسكر، مستشار التكنولوجيا وخبير أمن المعلومات، شكرا جزيلا على وجود حضرتك. شكرا جزيلا، تحياتي. كده مشاهدينا خلصت حلقتنا مع حضراتكم النهارده، دايما نشوفكم على ألف خير.